حنا هنا موجودين على ود بلال حلحول اللي هو محتاج لي بلاكيت ديال الدم، والبارح كنا هنا وديجا هضرنا في هذا الموضوع هذا. طلبنا واحد كونتيتي وما كانتش متوفره عند المركز، اولا بصفه اخرى مهم وقع لهم دي بروبليم اللي لي بلاكيت كانوا ديجا بيريمي وما قدرناش ريكيبيريو الكونتيتي اللي باغي الولد. ومن بعد نيت كونتاكتينا مع لو ديريكتور ومع سيد اخر تما، فسروا لنا شي حوايج، فسروا لنا بان كاين مونك ديال الاوتور. كيف يعقل ان مدينه طنجه بالطول وبالعرض فيها مركز واحد فيه 3 ولا 4 الناس؟ بطبيعه الحال ما يفروناش الدم نبيلال، ما يفروناش لي بلاكيت نبيلال. والمشكل هو ان احنا ما عندناش بلال حلحل، عندنا بزاف منه. بلال رمز ديال الشباب اللي مريض، رمز فقط. هو الولد دابا في حاله خطيره جدا جدا، وحنا من الصباح هنايا كنترجاوهم بهاد الكلمه، كنترجاوهم. ديجا انا دخلت عند الديريكتور وترجيته، قلت له شوف دابا حنا رجعنا حاله انسانيه اكثر 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 من يعني من انسان مريض، لان السيد ما بين الحياه والموت، السيد كينزف لواحد الدرجه كبيره. حنا واقفين هنايا كنتمنوا عملوا معنا، ما نوصلوش الجوج، عطيونا لي بلاكيت نمشيو نعتقوا الولد. والطلب ديالنا اللي كنطلبوه، انا قلت لهم انا ما عنديش نداء، انا عندي طلب من وزاره الصحه تحل هذا المشكل، لان الا خسرنا اليوم بلال غدا غنخسروا بلالات اخرين. قبل بلال كاين بلالات، ماشي بلال واحد، ولكن بلال باش نوض نهضرنا عليه، انا حرقنا القلب ديالنا. الولد من نهار الاثنين هو محتاج لي بلاكيت، ما كاينش لي بلاكيت. كيف يعقل ان طنجه ما شاء الله ولا طنجه الكبرى فيها مركز واحد؟ هذا لا يعقل. خصنا من وزاره الصحه والمسؤولين انهم يعملوا لنا مركز واحد اخر، مركز ديال تحقن الدم فيه فيرميره وحده، ما يمكنش شي حاجه اللي هي غريبه بزاف وحشومه علينا. حنا انا في طنجه نقولوا حنا عندنا مركز واحد، حاليا هو كينزف، ها هو عندنا لي زوديو ديالو كينزف دابا، ما عندناش البلاك. البارح قال لك كاين عطب تقني ما نقدروش نوفروا لكم لي بلاكيت، الصباح غيكونوا. دابا حنا من 8 الصباح هنايا ما كاينش لي بلاكيت، والولد كينزف. دابا دخلت عندو البروفيسوره قالت له حالتك خاطر بزاف، شنو غنعملوا؟ يعطينا شي حل، بغينا شي حل من المسؤولين ومن وزاره الصحه. اولا مخزون الدم محدود مؤخرا، وهذه كتعاني منه جميع اقاليم المملكه نظرا لنقص شويه في التبرع، وهذا راجع خصوصا للوضعيه الحرجه اللي كنعيشوها بفعل وباء كورونا، وحرجه اكثر في هذا الاسبوع هذا بالخصوص. كاين واحد الحاله خاصه ديال واحد المواطن شاب يعاني من خصاص في الصفائح، وهذا تناسب مع ديك الظرفيه ديال العطل اللي عشنا الاسبوع الفارط، بحيث ان الانتاج وقف الجمعه والسبت والحد، وديك الصفائح المده ديال الصلاحيه ديالهم ما كتفوتش 5 ايام، يعني من النهار اللي وقع التبرع للنهار اللي وجدوا الصفائح ماتوا نهار الحد. يعني خصنا نكونوا عملنا تبرعات جمعناها اخرى السبت والجمعه والسبت والحد، وعملنا لا كاليفيكاسيون نيسيسير باش نقدروا يكونوا واجدين لو لندي ولو مغدي. مع الاسف هذاك المواطن هذاك ما جبرش الكميه اللي خصو، حاولنا نلبيو له الطلب قدر المستطاع، عطينا واحد الكميه معينه من هنا من طنجه، توفرت له واحد الكميه اخرى من الرباط. هذا ادى ان في 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 ديك الشبكات العنكبوتيه خرجوا بزاف ديال النداءات للتبرع لهذا الشخص. هذا ادى بتكاثر العرض ديال التبرع بالدم على المركز. المركز كيعيش احترازات في الطاقه الاستيعابيه، وجعل ان احنا ما كنقدروش نستقبلوا كاع المواطنين اللي كيجيو لعندنا لاجل التبرع. احنا عاده قبل وباء كورونا كنا كندخلوا ما بين 80 90 حتى 100 الاشخاص، دابا ما خصناش نفوتوا 50، ومع ذلك في ظروف معينه كنوصلوا حنايا 50 60 المتبرعين، لان الطاقه الاستيعابيه ديالنا خصنا نهبطوها ل 50%، كنوصلوا لديك 60 الناس ما كنقدروش نستوعبوا اكثر. مواطنين كنطلبوا منهم يتفهموا هذه الوضعيه هذه. المساله شويه معقده. معقده ومركبه، علاش؟ لان ملي كيكون هذا الخصاص هذا لحاله معينه كيجي الطلب بزاف، كيوقع اكتضاد، علما بان دوزنا اسابيع اللي ما كيجيوش حتى 20 الناس.
لهذا حنا اللي كنطلبوا من الناس كنطلبوا جلسوا الساعة اللي يكون الاقتضاد صبروا اشوف الاسابيع اللي مورا، لان لا يعقل ان في واحد النهار نستقبل انا 300 الناس وفي الاسبوع الموالي نستقبل 10 الناس، لان حتى الدم عاود خصنا نعرفوا بان الاكياس ديال الدمويه ما عندهاش مده صلاحيه طويله، عندها 42 يوم، يعني انت ملي غتعطيني واحد الكميه معينه في واحد الوقت 42 يوم غتموت. لهذا حنا نناشد المواطنين، وهذه الوضعيه الحاده عاوتاني غادي ندخل في موضوع اخر، هذه الوضعيه الحرجه اللي كنعيشوها دابا مع شخص معين، كون كان التبرع بكميه موازنه مستمره في طيله الاسابيع الماضيه كون هذا الخصاص هذا ما غاديش يكون. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.